اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. طبعا مشاهدينا الكرام ضيفنا راح يكون معنا في الاستديو الاستاذ عروب الرفاعي منسق عام المنطقه الاول للمسؤوليه الاجتماعيه. استاذ عروب حياك الله معنا في برنامج مساء الخير يا كويت، وحنا سعداء بوجودك معنا. حياكم الله وشكرا للاستضافه في الفرصه الكريمه. الله يسلمك، نورتينا وشرفتينا استاذه عروب. بالبدايه ودنا نتكلم ونتعرف عن الملتقى اكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن مركز التميز في عمادة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت يقيم هذا الملتقى، اسم الملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية للجامعات. هذا الملتقى راح يشارك فيه جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وأغلب الجامعات الخاصة في الكويت. والحقيقة أن فرصة جميلة أن تجتمع كل الجامعات في مكان واحد، بالإضافة إلى وجود ضيوف من برا الكويت من دول خليجية. هذا الملتقى راح يكون اليوم واحد، وسيكون غدا إن شاء الله الساعة 9 صباحا في الشويخ في قاعة المؤتمرات هناك. وإن شاء الله راح يكون، يعني هو الملتقى راح يكون ملتقى حواري، بمعنى يعني ما هو أكاديمي بالطريقة اللي تعودنا عليها بالجامعات. حلو. لأن المسؤولية الاجتماعية هي ممارسة بالضبط، فكل جهة راح تيجي تتكلم عن ما هي ممارستها للمسؤولية الاجتماعية، ما هي رؤياها للمسؤولية. فرصة كبيرة أن احنا نتبادل الخبرات، نسمع من بعض، لأن كل جهة قاعد تشتغل بروحها. يعني آن الأوان نحن نشوف إيش قاعد نسوي وننسق مع بعض، وربما نطلع يعني إن شاء الله بمشاريع كبيرة كل الجامعات ممكن تشتغل فيها مع بعض. عسى الله يقويكم. أول شيء آمين إن شاء الله. أستاذ عروب، دائما لكل ملتقى هناك تكون أهداف للملتقى. نتكلم عن أهداف هذا الملتقى. فعلا احنا تركنا الموضوع لأن اللقاء الأول تركناه إلى حد ما مرن من حيث التوقعات. حلو. فقلنا أن الهدف هو أن مثل ما يقولون أن نرصد ما هو قائم، أن نتعرف على ما هو قائم، وأن نتبادل الحوار حوله. نعم. وأن نتحدث عن أفاق العلاقة المستقبلية. صحيح. فكل ممثل لكل جامعة راح يكون راح يتكلم بأريحية عن العقبات، التحديات، الواقع. ممتاز. تكلفة المسؤولية، يعني مش حتى تنتقل الجامعة من جامعة لا تمارس المسؤولية الاجتماعية في كل جوانبها. نعم. إلى جامعة تقدم تقارير في هذه القضية، هناك تكلفة معينة، هناك متطلبات، هناك واجبات. بالضبط. فأعتقد لابد من التعاون فيما بين الجامعات. حلو. لأن إن شاء الله لما نعرف المسؤولية راح نقول إن هي قضية يعني رائعة في مردودها ورائعة في منافعها، لكنها مثل أي تغيير في أي سلوك، مثل أي تغيير في أي ممارسة وفي ثقافة داخلية يسمونها ثقافة المؤسسة. حلو. فإذا أنت في بيتك تبي تغير ثقافتك أو على الأقل تبي تعدلها تحتاج وقت. فكيف بمؤسسات بهذه الضخامة فيها طلبة، فيها إداريين، فيها مدرسين. حلو. فإن شاء الله من هالنوع من الحوار. حلو. يعني موضوع جدا مهم وجدا. نعم. شيق. إحنا بنطلع معاك فاصل قصير ونرجع إن شاء الله بعد إذنك. إذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ولا نعود، ابقوا معنا. رجعنا معكم من جديد مشاهدينا، ولازلنا مستمرين طبعا في حوارنا مع ضيفتنا الأستاذة عروب الرفاعي، ولازلنا قاعد نتكلم طبعا عن الملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية اللي راح يقام إن شاء الله في يعني جامعة الكويت. أستاذة عروب، يعني دائما الواحد يسمع عن المسؤولية الاجتماعية، ولكن البعض، احنا ما نقول الكل، يجهل ما هو مفهوم المسؤولية الاجتماعية. فعلا أختي الكريمة، الجميع يتحدث عن المسؤولية الاجتماعية وهذا شيء جيد، لكن أغلب الناس تفهم جزء من المسؤولية الاجتماعية، يعني يربطون المسؤولية الاجتماعية بتبرعات الشركات. فإذا احتاجت أي شيء، أي جهة لتبرع، فأنها تروح للشركة وتقول لهم أعطوني من بند المسؤولية الاجتماعية. الحقيقة هذا صحيح لكنه ناقص. المسؤولية الاجتماعية بدأ بالشركات وانتهى بالجامعات. المسؤولية الاجتماعية للجامعات المقصود فيه هي مجموعة من الضوابط. نسميها التطوعية، يعني التي لا يفرضها القانون. ضوابط تطوعية تفرضها الجامعة على نفسها. وتعد المجتمع، أني أنا أعدكم أيها المجتمع أني أنا كل العمليات الداخلية التي تدور في الجامعة هي عمليات كما تتوقعون. كلمة التوقع كلمة فخمة. صحيح. كلمة جميلة. تعرف لما تقول حق ولدك كون عند حسن ظني. أي. بالضبط هذا المعنى نقل إلى الإدارة. فكان الكلام أن كل جامعة وكل جهة مطالبة أن يكون كل ما يدور في داخلها
لو جئناها أي يوم كل اللي يدور داخلها يسر الخاطر، بمعنى أنه يوافق أخلاقيات المجتمع، نعم، يوافق عادات وتقاليد المجتمع، يوافق القيم التي يقرها المجتمع، يوافق القوانين الدولية، يوافق حقوق الإنسان، يوافق كل الخير اللي نتوقع من هالجهة المؤسسة الجامعة اللي هي. ففيما يتعلق بالجامعات عندنا مجموعة دوائر، عندنا دائرة العمليات الإدارية الداخلية تحاول قدر الإمكان أن تعد أن ما في إسراف، كل خطوة فيها تنمية مستدامة، ممتاز. تعد أن هناك يعني عمليات يعني التوظيف يكون بإنصاف، الترقيات تكون حسب الكفاءة، كلها وعود داخلية تطمئن. والخطوة الثانية تتعلق بالأستاذ وبالطالب. الأستاذ يعد أن يجتهد في المنهج الذي يقدمه، صحيح. يعد أن يجتهد في البحث العلمي الذي يقدمه، والطالب أيضا تعد الجامعة أنها لا تدرس الطالب فقط حقائق حتى يخرج بشهادة، صحيح. وإنما تؤكد أنها ستجعل هذا الطالب أثناء الدراسة جزء من المجتمع وفاعل في المجتمع، فيكون ذلك النوع من التعليم اللي هو يربطه في مجتمعه، يعطي المرونة، يعطي الانفتاح، يعطي الإبداع، بالضبط. وبعدين مهارات التطوع يدربون عليها، يعني كأن اللي فاتنا من أيام الابتدائي والمتوسط والثانوي نستدركه في الجامعة، بالضبط. القضية الثالثة الآن المهمة هي قضية المباني، تكون المباني تناسب مثلا أصحاب الاحتياجات الخاصة، أيه. تكون المباني التلوث فيها ضعيف، صحيح. فيها استعمال قدر الإمكان للطاقة اللي هي الطاقة الصديقة، الطاقة الصحيحة، بدل الإسراف اللي يكون فيها. وآخر نقطة هي اللي يتداولها الناس اللي هي أن تكون الجامعة مسؤولة تجاه مجتمعها، بس إحنا دائما نعتقد أنها هي عبارة عن بضع دنانير تقدمها الشركة أو المؤسسة للمجتمع، وهذا مو مفهوم المسؤولية. شفت شلون إحنا يعني بالدين نقول زكاتك تكون من المنتج مالك، يعني زكاة الثمار من الثمار، زكاة الملابس من الملابس، صحيح. كذلك نحن نقول في المسؤولية الاجتماعية أنت تعطي من نقطة قوتك، لا تعطي مال، عط من نقاط نجاحك. فأنت كجامعة شنو نقاط نجاحك؟ أنت عندك بيت الخبرة، بيت العلم، بيت الأكاديميين، بيت عطي من نقاط قوتك، صح. انقل هذه المهارات، هذه القدرة، هذه المعرفة إلى مجتمعك، فابدأ بمعرفة الاحتياج، ثم ابني على هذا الاحتياج برامجك وخططك، فالخطط لا تكون مبتورة. فبالتالي اللي أنا أتوقعه من الجامعة، طور نفسك أيضا، تمام، غير اللي أتوقعه مثلا من شركة، من بنك، غير اللي أتوقعه من شركة أثاث، غير اللي أتوقعه من شركة سيارات، لأن كل واحد يعطي من حسب نقطة قوته، صح. كل واحد يعطي حسب البضاعة اللي يتعامل فيها، أي نعم. فأعتقد هذا الجميل في الموضوع، وإن شاء الله هذا كله راح يكون مثار حديثنا في الملتقى. هذا يعني بشكل عام كل واحد هاوي شغلة يبدع فيها، أما لا تعطيني شيء أنا مو هاوي أو أروح ألجأ لشيء خلني أجربه، لا، أنت خليك على اللي أنت شايف نفسك فيه، صح. فأنت تبدع فيه دائما، صح. طيب إحنا يمكن تحدثنا بشكل مجمل عن هذا الموضوع، لكن الكل يمكن الآن يتساءل مكان وزمان هذا الملتقى، وين راح يكون؟ نعم. هذا الملتقى إن شاء الله راح يكون غدا الساعة 9 صباحا في جامعة الشويخ في مبنى المؤتمرات، وراح يكون إن شاء الله يمتد إلى الغداء، نتوقع بحدود الساعة 3. المشاركين من داخل وخارج الكويت، لهذا السبب هي فرصة لكل المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية، هي فرصة لكل الباحثين والدارسين، ممتاز. وهي فرصة لكل من يفكر أن يبني شراكة مع هذه الجامعات، حلو. لأنها مجتمعة في مكان واحد تناقش هذه القضايا الهامة، فبالتالي إن شاء الله كل واحد راح يأتي إلى الملتقى راح يستمتع وراح يستفيد إن شاء الله من هذا. بإذن الله. إحنا استمتعنا معك أستاذة عروب الرفاعي بوجودك ويانا والحديث عن هذا الملتقى الأول، عسى الله يوفقكم إن شاء الله، وتكون بصمة جميلة وبصمة نجاح لكم من خلال مجهودكم واستعداداتكم إن شاء الله، وكل التوفيق لكم. حياكم التوفيق إن شاء الله. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. طبعا فهد يعني عندك الستريم بوكس الحين، فشنو راح تقدم لنا من لقاء جميل يعني في الستريم بوكس للمشاهدين؟ أنا بقول الشباب باختصار، اي نعم، ومعلش يعني دائما نتبدع، يلا يسلمك. بنور انا الستريم بوكس. ايوه اي طبيعي راح تنور الستريم بوكس، وراح احنا بعد يعني نتابعك اول باول ونتابع اللقاءات. اذا فاصل قصير مشاهدينا الكرام، او نطلع نروح على طول دايركت، يلا نبي على طول، يلا اوكي، يلا معاكم.